عزيزي الدكتور، الضوء جاي من ناحية واحدة، فبالتالي كلمة تساوي هتبقى اختلاف توزيع المؤثر. البيت بتاعنا جنبه مضيفة، المضيفة دي في القرية اللي هي بيقام بقى فيها الايه؟ أي مناسبة، مناسبات العزاء. فتلاقي بقى مشغلين المايك اللي هو لك الله 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 الله، 1 2 3 4 في راشد. بلاش اقول الاسم بقى. نحن الان في حال التجارب. تخيل بقى ان انا في اليوم دوت مثلا عندي امتحان تاني يوم، والبيت جنب البتاع، او مثلا ورايا تصوير، وتلاقي دوت وانا في وسط التصوير كده يا عم يا عم حرام عليك. المهم يعني اختلاف توزيع المؤثر. أثر أثر أثر. عملت تقصير لايد، عملت انقباض في العضله. ايدك زي ما تكون كانت سوسته مفتوحه، عارف السوسته؟ شدها جامد شدها جامد شدها جامد، فلتت يا بنت. ايه ده؟ معلش تلسع قوي. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ بص هنفرد السوسته كده، فيقوم جاي السوسته ديت تتموج تتموج تتموج، فتقترب الساق من الدعامه، اللي هو النبات ينمو مستقيما. اعرب مستقيما حال. طيب او بص، في ناس انا فاكر حاجه زي كده كان يقول لك ايه، طب ما احنا ممكن نفترض ان هو النبات ينمو نموا مستقيما، وساعتها مستقيما تبقى نعت للمفعول اللي هو من لاجله، المفعول المطلق اللي هو نموا. مش عارف انا بهبد ولا ايه بصراحه، بس انا حاجه زي كده يعني ممكن تقدر. يبقوا اكتبوا لي، بيقولوا يا جماعه، في بيقولوا للتيم، وصلوا الكلام دوت، قولوا رايكم يعني، او لما الجروب يتفتح ان شاء الله، او اكتبوا لي على اليوتيوب مثلا، او ابعتوا في الرسائل ايا كان، عشان انا عايز اعرف. يعني لو قلت لك النبات ينمو مستقيما، مستقيما ديت ناخدها على الظاهر اللي هي حال، ولا نفترض ان هو قال ينمو نموا مستقيما، وساعتها نموا تبقى مفعول مطلق ومستقيما نعت. مش عارف ايه علاقه ده بالموضوع، مش عارف ايه اللي دخلنا هنا اصلا، او والله ما اعرف. بس خلينا هنا، خلينا نرجع تاني. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك أثرا، ننشر علما نبغي أجرا، نبني جيلا يصنع فجرا. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك أثرا، ننشر علما نبغي أجرا، نبني جيلا يصنع فجرا.